أجرى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعد ظهر أمس الثلاثاء عملية تصويت حول مشروع قرار يتهم الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية، ولم يتمكن المجلس من تبني هذا القرار في نهاية الجلسة. تمت صياغة مشروع قرار هذا من قبل بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول العربية، وحصلت هذه الوثيقة خلال عملية تصويت على دعم 9 أعضاء في مجلس أمن دولي، بينما صوتت 3 دول بما في ذلك روسيا والصين بالإضافة إلى بوليفيا ضد مشروع القرار، وامتنعت 3 دول أخرى وهي مصر وإثيوبيا وكازاخستان عن تصويت. ولم يتم الإقرار بهذا المشروع لأن كلا من الصين وروسيا استخدمتا حق الفيتو ضده. وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافارونكوف بعد عملية تصويت إن بلاده تعارض بشدة مشروع قرار هذا، الرغم إلى فرض عقوبات على سوريا والتقارير المعنية باستخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية غير مقنعة وقائمة على وقائع مريبة. وقد تمت مناقشة هذا القرار ل3 أشهر، في حين أن إجراء عملية تصويت في هذا الوقت قد يؤثر سلبا على جولة جارية من مفاوضات جنيف حول سوريا، واتخاذ عقوبات ضدها سيدر بقوة عملية مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية أيضا.